حاليا انا موجود في اداره النجده في محافظه حولي، مقر عمل اخوي المقدم احمد حسين الفلشاوي. اليوم بناخذكم ويانا في جوله في حياه الضابط وحلم كل انسان من الصغر لين يمكن يتوجه لاماكن ثانيه وهو حلمه انه يكون ضابط. اليوم هل وظيفه الضابط بتكون ممتعه، متعبه، زينه؟ لا ممتعة إن شاء الله. ممتعة. ممتعة وجميلة. كان حلمك مقدم أحمد من البداية تكون ضابط. طبعًا. وصرت. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعطيك تحية. حبيبي. ونقول لك سؤال، هل أنت اخترت النجدة يعني حباً فيها ولا أنت جت صدفة؟ لا طبعًا حباً فيها وطول خدمتي أنا الحمد لله بالنجدة. ما شاء الله. أكثر من 20 سنة. أنت دائمًا لما تروح أماكن معينة يسألونك عن طبيعة عملك. شنو كلمة واحدة تختصر هذا كله؟ على النجدة يعني؟ اي على النجدة وعليك انت كمان. النجدة اللي اقدر اقول النجدة شيء شامل، امني، مروري، مساعدات انسانيه، يعني شيء شامل. النجدة اسمها نجدة يعني. اي وتمر ايه. طبعا النجدة ايه. النجدة الحين ليش بالافلام نشوف لما احد يصير وياه شيء يقول لك النجدة. اليوم النجدة بنشوفها من واقع. اليوم شوف انا جاي حق مقدم احمد، ترى اليوم شويه برد يا بعد عمري، اليوم برد، ففي ظروف معينه تحكمهم في الشارع وهم يتعاملون مع الجمهور. بناخذكم بجوله في هالمعمعه على قولتهم، وبنشوف بنغوص وياكم في هالوظيفه وبنشوف مساوئها ومحاسنها، وان شاء الله كلها محاسن. ساعة مباركه يا حبيبي. دوري. حبيبي يلا حبيبي. بسم الله. بسم الله. النجدة هي أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وهي أحد أهم التخصصات الموجودة في الوزارة كونها تقوم بالعديد من التخصصات التابعة للإدارات الأخرى. ضيفنا المقدم أحمد حسين الفيلتشاوي اللي عطانا نبذة ميدانية عن دور رجل النجدة في الشوارع من خلال الخدمات الإنسانية والأمنية اللي قدمها، إضافة إلى آلية تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها. حاليا انا موجود في النقطه الامنيه مع مقدم احمد، بنشوف طبيعه عملهم وشلون هذه الوظيفه تكرس في ارض الواقع، وبنشوف يومهم شلون صاير. بس اليوم شوي الجو برد. الله يعين. السلام عليكم. سلام. هلا مقدم احمد. هلا اخوي عبد الله، حياك الله. والله الامور طيبه. السلام. تفضل. حياك الله. تفضل. اروح وياك، انا وياك شويه ندردش. يلا ملازم بدر. راجل بدر قواك الله، شارك طول العمر حبيبي. طول العمر. اليوم مثل هذه على قولتهم المقابلات، انا بي اسلط الضوء على انت ووظيفتك وشلون التعامل مع الجمهور. اليوم برد، حر، مطر، غبار، جو متوتر، شلون التعامل معها؟ ادري انها صعبه، ولكن شلون انتم تاخذونها؟ يعني اشوفكم دائما والله في ساعات رطوبه تكونوا موجودين. اي طبعا احنا متواجدين جميع الاحوال، برد، حار، مثل ما تفضلت رطوبه، هذا عملنا يعني بالنهايه. ما عندك مشكله؟ اي طبعا عملنا هذا. رد احنا. لا تفضل. طيبه. اي عادي، بالعكس احنا نرد على التليفون لان اليوم ذا ادري انت مرتبط في وايد اعمال، فعسى الله يوفقك. زين، فانت اليوم في مثل هذه الاجواء انت ما عندكم اي مشكله طبعاً. مثل هالنقاط الامنيه هذه انت اللي تتخذ الاجراء بانك تعملها، ولا تجيكم امر مثلا من المديريه او مثلا من الاداره العامه للنجده؟ لا طبعا طبعا نقطه التفتيش تكون خطه واضحه، خطه موضوعه، امر من العمليات، تتم ابلاغ عمليات الوزاره في موقع النقطه ووقت النقطه. يعني مو خذوا فقط. لا طبعا في تنسيق، في خطه موضوعه لنقاط التفتيش. مثل المحافظه اليوم تفتيش المكان الفلاني. أوكي. في الوقت الفلاني العمليات عندهم خبر، السيد المدير العام عنده خبر. يعني مو يتم ارسال مواقع التفتيش حق العمليات المركزيه، وتكون بخطه موضوعه لاجل شيء معين، لاجل طبعا لضبط المخالفين، لضبط الاشخاص المطلوبين. طبعا انت عارف ايضا لا انسى نقطه بخصوص نقاط التفتيش، ايضا تكون في اوقات معينه، يعني ما تسوي تفتيش مثل الساعه 2 الظهر. صح. ليه؟ تزعج العالم. انا ما شفت تفتيش. زحمه. اوكي. اساسا الشارع مزدحم وانت تسوي تفتيش فتسبب ربكه بالشارع، تزعج العالم،
تزعج مرتادي الطريق. في اجراءات ثانيه اذا عندكم اي مطلوبه او اي شيء وقت الظهر؟ طبعا طبعا طبعا. هي النقطة الأمنية شنو يعني شنو هدفها؟ النقطة الأمنية الناس بالليل ينامون فاحنا نحافظ الأمن عندكم. هذه نقطة، النقطة الثانية نقطة التفتيش هي تعتبر نقطة أمنية أو نقطة تفتيش مفاجئة. صح. يعني هو فيها عنصر المفاجأة. ليش يعني عنصر المفاجأة موجود؟ يعني ما يصير مثلا نقطة ثابتة مثلا في مكان معين، أنت كشخص عارف إنه في نقطة مكان الفلاني ما تصير. إذا عليك ما راح أروح، أروح لشارع ثاني. إذا عليك شيء، إذا مخالف تدري في نقطة مكان معين ما تجيب الشارع هذا يعني. بس نقول أماكن حلوة مقدم أحمد. يعني شيء خدعة بس هو صح، لأن أنت بالنهاية مثل ما تفضل. إحنا نختار أمانة، نختار الأماكن اللي فيها يعني مثل كمناطق سكنية. نختار الأماكن اللي فيها مخالفين بكثرة، فيها مثلا مطلوبين بكثرة. صح. في مناطق معينة يعني إحنا نعرفها بدورنا يعني. صح. إيه أما تي مثلا تسوي داخل منطقة سكنية اللي راح يمرونك كله يعني 90% عوائل مثلا. 100%. فما تستفيد من نقطة أنت. صح. زين اليوم انا شخصيا لما امر بنقطه امنيه انا اشعر بالامان، لان احس ان الامر مضبوط، الامن على ما يرام، في ناس قاعد تتابع وراك. في يعني مثل هالامور في ناس تقول لا والله انتوا قاعد تاذوننا ولا قاعد، شو تقول في هالامور؟ والله مثل ما صح كلامك، مثل ما في ناس تتضايق من وجود نقطه تفتيش. اللي بقوله ان احنا موجودين، يعني موجودين لكم. النقطة التفتيش هذه حق مرتاد الطريق، حق المواطن والمقيم اللي في نفس المنطقة يعني. يعني هذه شغلة أمنية، بالعكس مفروض أنت تستانس منها يعني. صح. مفروض أنت يعني تكون مطمئن. شنو ضايقك النقطة؟ أنت ريال ما عليك شيء، أمورك طيبة، مو مخالف، مو مطلوب، شنو ضايقك؟ بالعكس النقطة الأمنية شيء طيب يعني، شيء زين. زين اليوم أوكي احنا تمنع الجريمة لو. صح. في مثل أمر معين، في صمام أمان، وجود دوريات، وجود النقاط التفتيشيه هذه، يعني ان شاء الله الامان موجود، الله لا يغير علينا، لكن كتواجد وكوجود للدوريات في الشارع هذا شيء زين. الحين انت قلت دور الدوريات في الشارع. اليوم اذا الدوريات في الشارع ساعات يعني انت تدري بالنهايه انت وناس ومثلنا ويحكمكم مزاج معين، ساعات تبيك تطلع لا سمح الله عندك مشكله بالبيت، مضايق، مالك خلق، شلون هل تاخذها؟ هل هذا تفصل لما انت طبعًا توصل عند النقطه الامنيه؟ مو نقطه امنيه هذه، تفصلها حياتك الخاصة، ما لها شغل في عملك. أنت مجرد أنك رحت العمل انتهى اللي أنت بس فيه. أنت إنسان بالنهاية، فاهمني؟ أوكي صح، أنا وياك. وشي مثلا الحين أنت مثلا أنت وقادر، في ناس يمكن توهم متوظفين ما يقدرون، شلون التعامل؟ لا طبعا شوف، هذه يعني اللي تو متوظف لازم نوضح شغلة. إحنا أي شخص ما يطلع دورية إلا يتدرب تدريب كامل، يخضع لدوره. الله. داخل الاداره العامه، هذه ترى ممتازه، فن التعامل مع الجمهور هذا مهم. نعم. قوانين المرور يكون مطلع عليها. صحيح. عارف شلون يتعامل. طبعا هذا فن التعامل مع الجمهور، هذه هي الاساس يعني.
النقطة الثانية تعامله مع المخالفين، مثلا يعرف شنو النصوص، نصوص المخالفات، صحيح، شلون يخالف، احنا ليش طالعين. طبعا الامور الثانيه اللي تفضلت فيها مثل انت نفسيتك، ما نفسيتك، ظروفك الخاصه برا العمل، هذه انا اقول لك اياها 99% ان شاء الله انها مو موجوده عندنا يعني. خلاص هذا شيء، هذا شيء خاص فيك، لا هذا شيء انت عندك مشكله برا، عندك كذا، انت الان في العمل الشخص هذا اللي بالشارع ولا هذا ما له شغل فيك شنو عندك. انا فخور صراحه اني اقابل يعني شباب كويتيين، انا ما بيقول ضباط ولا بيقول مسميات، هم شباب كويتيين حريصين على ديرتنا وحريصين على امننا واماننا، وعسى الله يديمها علينا. وبعد ذلك تواجدنا معاه في نقطة تفتيش، واعطانا بعض المفاهيم واسباب وجود نقاط امنية في الشوارع، واللي بالنهاية تصب في مصلحة المواطن والمقيم. زين اليوم اشوفك مساع لما تخالف هل يضيق خلقك تتعامل بروح القانون ولا لا انت حازم في هالامر؟ يعني لو مثلا جام بسيط او مثلا شغلات بسيطه يعني ممكن تنبهه ولا لا لازم تتعامل مع بروح القانون؟ والله يمكن شفتني قبل شوي ما ادري اذا صورته ولا لا، اللي اعطاني دفتره منتهي صح صار له 10 ايام. اوكي الحاله هذه تقدر تخالفه طبعا. اوكي لما تسال الشخص يقول لك والله ما ادري عنه يعني. اوكي هذا في تعامل بروح القانون يعني، تنبه على الشخص تقول له جدد يا اخي شيء نفترض فيه. في مخالفات مثل ما قلت لك، هيك واحد صوتك زوزه عالي يا اخي، هذا مزعج، يزعج العالم صح يعني، هذا ما تقدر تتجاوز عنها. انا اتكلم عن نفسي ما اقدر اتجاوز عنها. الصوت هذه ربع الدوسات مقدمه، لا الصوت موجود. لا الصوت يا اخي ازعاج حق العالم. أيوة. ناس نايمه، ناس كذا، ساعة واحدة ثنتين بالليل تلقى صوتك زوزة عالي، ما شلون طوفه هذا يعني. هذا إذا هل تعطي النصيحة؟ والله انصحه بس خالفه. خالفه ما طوفه أشياء. مو بس أنا، مو بس أنا، هذه التعليمات طبعا، تعليمات من 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 القيادة اللي فوق يعني. صحيح ما يصير يعني الشخص هذا مزعج العالم، تبي تنصحه جزاك الله خير، بس ما يصير طوفه. خلاص تاخذ مع اجراء، تاخذ لانه هو ما ضروري واحد. انا ليش قاعد اقول لك في مخالفات تقدر انت تتجاوز عنها. اوكي اللي هي ما فيها مضره على العالم. صح قلت لك انا مثل تامينه منتهي، الشخص ما يدري عنه. صح نبته وصل له 4-5 ايام تنبه عليه تقول له جدد، ما في مشكله. لكن يجيك حاطك زوز ما يدري عليك زوز، مو صحيح. اي صحيح. او يجيك واحد مغيم سوبر، لا هذا متعمد. اي سوبر يعني اشكار، انت ما تبين داخل السياره. اوكي لا تقولي ما ادري. زين انا اشوفك بساعة والله العظيم حتى انا سعيد وانا قاعد اسوي معك لقاء. انا اشوفك ابتسامتك ما تفارقك ما شاء الله يعني، وعسى الله يديمها عليك. الله يسلمك. اليوم انا مثلا مو مخالف، انا انسان مو مخالف، بس انا من اشوفه في الاشارات يمكن شويه تحوشني الرهبه، فابتزامتك ما شاء الله قاعد تطفي هالامور. لا ان شاء الله ما في رهبه، واحنا ما نخوف ترى، ما فينا شيء. ايه؟ حالنا حالكم واقفين الشارع ان شاء الله ما في رهبه. وهذا ترى هذا ايش قلت لك انا عنها، هذه اللي تعلمناها ونعلمها حق اللي اقل منا رتبه، ونعلمها حق الناس اللي داومون عندنا. تعاملك مع الجمهور صح. انت فن هني بالتعامل مع الشخص اللي قدام، حتى لو مخالف، حتى المخالف ما له داعي انت تعامله في غسوه او تعامله في طريقه بايخه، بالنهايه هذا مخالف، تتخذ في اجراء قانوني، هذا اللي لك صح، هذا حقك عليه انك تتخذ في اجراء قانوني تخالفه. شخص مطلوب مرتكب اي جرم كان، انت ليش تعامله غلط يعني؟ عامله باخلاقك وبادبك. هو مو مرتكب بحقك، مرتكب بحقك انت رجل تطبق القانون، ما له داعي انك انت تعامل الناس غلط او انت تصير خصم مع الشخص هذا. صح انت بالنهايه تطبق القانون، الشخص المطلوب تحوله الجهه المطلوبه، الشخص المخالف تخالفه يتوكل على الله. كلام جميل. انا مره من المرات انا طالع يعني، انت النجده اشوفكم، انا ذاك المره يعني طالع شفت سياره خربانه على طول صفط النجده ووقف ساعدها، هل انت على البلاغات ولا لا لازم ابلغ عشان تجيني؟ لا لا اي دوريه تمشي بالشارع النجده، وان شاء الله حتى الجهات الثانيه اخواننا في الادارات القطاعات الثانيه مرورنا معاهم، دوريه راح تشوف سياره واقفه توقف لها، لازم انا اوقف لك اشوف تحتاج شيء. سبحان الله في شخص مريض طايح داخل السيارة ما أدري عنه، في تأكد منك على شوقف في الشارع أنت يعني. أتمنى إن شاء الله، أتمنى يا رب يا رب إن أشوفك في أعلى المراتب شخصيا. أنا والله إن شاء الله ابتسامتك هذه عسى الله يديمها عليك. الله أنا أول ما دشيت عليك هناك المكتب شوية خفت، بس لا الأمور طيبة. الأمور طيبة. إحنا مستمتع أنا يعني، أنا اليوم قاعد أتعلم شيء. دائما أقول وأكرر والله، وأقول لهم دائما أقول لهم الوظيفة إذا ما كانت أسلوب حياة ما
راح تمشي صحيح. لان انت تقضي فيها معظم حياتك طبعا. فضروري انها تكون لايق عليك وانت لايق عليها وحابها وحابتك. عسى الله يوفقك باركه وتشرفنا فيكم شغله يا طول. والله يعطيكم العافيه. يسلمك. اليوم نشوف سياكل وايد هذول البقيات يمرون شنو التعامل معهم؟ هذول مشكلتهم مشكله. هذول طبعا اللوم او الحكي على اولياء الامور. زين تفضل ياك الله. هو اللي يرجع الامر ما تعطي سكه طبعا. شلون هذا في كبار المشكله؟ في كبار الحين يعني. تفضل يا تفضل عمي. في كبار يعني في كبار الحين هذه المشكله. هذول طبعا ما ادري ايش اقول لك يعني مزعجين العالم. انت عارف ان الباقي ممنوع تمشي فيه بالشارع يعني. صح. واذا لحقته هم تمكن يمكن تعرض. لا عشان الله لا يقول يسوي حادث تسبب على ولد الناس انه يصير في شيء او انه كذا. فاحنا نتمنى من اولياء الامور هم اللي ينتبهون على الامور هذه. تفضل حياك.